ثلاثة أوصاف هندسية بين عددين 4 و 405. فكرة موجودة عندنا بالكتاب. فكرة موجودة عندنا بالكتاب. إذا هنا عندي 5 و 405. الحد الأول يساوي خمسة. عدد الحدود شو يساوي؟ يساوي 3 + 2 ويساوي 5. احنا مو متفقين. عدد الحدود المتتابعة تساوي عدد الأوساط زائد 2، سواء كانت هندسية أو حسابية. فعدد الحدود المتتابعة يساوي عدد الأوساط زائد 2. بعد شنو المعلوم عندي؟ حدها الخامس هذا شو يساوي؟ يساوي 405. إيه من سويت هذا الحكي بالسؤال فراح يصير عندي تطبيق مباشر. هسه راح اكتب قانون الحد النهائي. إيه الحد العام للمتتابعة الهندسية شو يساوي؟ أي آر ناقص إن ناقص إيه. هسه أمو كان اليوم أنا إيش راح أكتب؟ إيه راح أكتب 405 تساوي 5 في آر أس إيش قد؟ إيه 5 ناقص 1 4. راح اسوي هسه راح اقسم على 5. بعض الكوارث الطبيعيه اللي شفتها الضائب قايل 405 ناقص 5 مساوي ناقص 5. انت لازم تميز بين حالتين ابني. بلا حكي لا تحكي من مكانك. لازم تميز بين حالتين. من اقول لك 2 اكس تساوي 6 ومن اقول لك 2 زائد اكس تساوي 6. شنو الفرق بين هذه الحالتين؟ هنا الاكس تساوي 3. الاكس تساوي 6 على 2 وتساوي 3. لكن هنا الاكس ايش راح يصير؟ 6 ناقص 2 وتساوي 4. فللتخلص من المضروب في حاله قسمه لازم اقسم عليه. وللتخلص من المجموع او المطروح يحول الى الطرف الاخر بتغيير الاشاره. اذا نسينا اقسم على 5 لو احول ال 5 اقسم على 5 اذا راح يصير عندي ار اس 4 تساوي. اذا هنا 40 على 5 بها 8 وال 5 على 5 هي 1. من اجل حل ال 81 هي 3 اس 4. حل ال 81 الى هنا راح اقول 81 حتى 3 ايش قد فيها؟ 27 حتى 3 فيها 9 حتى 3 3 حتى 3 1 3. اذا معناه 3 اس 4 اذا يؤدي الى ار اس 4 تساوي 3 اس 4. اذا تساوت الاسس وكانت زوجيه فان احد الاساسيين يساوي موجب سالب الاساس الاخر. اذا راح يصير عندي ار تساوي موجب سالب الثالث. اذا كم متتابعه راح يصير عندي؟ راح يصير 2. اذا المتتابعه راح تكون اما استهنا راح تزكي بالخمسه وتزكي بال 405. والمتتابعه الثانيه ايضا تبدي بالخمسه وتنتهي بال 405. ايش راح يصير هنا حدودها؟ 5 من اضربها في 3 اذا راح يصير 15. من اضربها في 3 راح يصير 45. من اضربها في 3 راح يصير 135. اضربها في 3 راح يصير 405. زين الاحتمال الثاني الخمسة اضربها في سالب 3 راح يصير سالب 15. اضربها في 3 راح يصير هنا او سالب 3 راح ترجع 45. سالب في سالب موجب. اضربها في سالب 3 راح يصير سالب 135. اضربها في سالب 3 راح يصير 405. بعض الطلاب كاتب لي فقط الار تساوي 3 وكاتب لي احدى هذه الحالتين. فهنا الملاحظه اللي اخذناها واكدنا عليها اذا تساوت الاسس وكانت فرديه تساوت الاساسات. واذا تساوت الاسس وكانت زوجيه فان احد الاساسيين يساوي موجب سالب الاساس الاخر. السؤال الثاني اللي كان اختبار حقيقي للمجموعه اي. السؤال الثاني ايضا من اسئله الشعور الرياضي. خلينا نشوف. سقط جسم من ارتفاع شاهق. سقط جسم من ارتفاع شاهق. خلي اعتبر الجسم هنا. خلال الثانية الأولى قطع 20 قدم.
خلال الثانية الأولى. وخلال الثانية الثانية صار 25 قدم. وخلال الثانية الثالثة قطع 30 قدم. يعني هنا أي جسم إذا كان في حالة سقوط صعد فوق عمارة مش مرت في الجسم، السرعة مالته في حالة تزايد أو في حالة تناقص؟ في حالة تزايد. إذا أول ثانية قطع 20، الثانية الأخرى زادت سرعته قطع 25، الثانية الثالثة صارت 30. إذا أريد منك بعد 10 ثواني، إذا أريد منك بعد 10 ثواني شنو كان ارتفاع القديم؟ قد ارتفاع الجسم لحظة السقوط. من أجل أسوي دراسة على 20، 25، 30 راح أجي أشكل متتابعة، راح أكتشف هذه المتتابعة هي متتابعة حسابية. ليش؟ لأن 25 ناقص 20 5، 30 ناقص 25 5. إذن هذه المتتابعة هي متتابعة حسابية. زين، هسه هنا عندما الان تساوي 10 راح اجي اعوض القانون الحد العام للمتتابعه. الحد العام يساوي اي زائد ان ناقص 1 في دي، وهذا قانون الحد العام. زين، اذا معناها اليو للعشرة هذا ايش راح يصير عندي؟ الاي يساوي 20. زين، الدي ايش راح يساوي؟ 5. يساوي 25 ناقص 20 وتساوي 5. إذا راح يصير عندي 20 زائد 10 ناقص 1 في 5. إذا معناها الحد العاشر يساوي 20 زائد 9 في 5. إذا هذا 45. إذا هو يساوي 65. بعض الطلاب يكتفي بال 65. أجي أقول لك شوي صوري. هذا ال 65 هذه المسافه اللي قطعها من الان تساوي 10. اذا هذه هي 65 من الان تساوي 10 فقط. بالثانيه العاشره هو قطع 65. انا شريت منك، اريد منك ارتفاع الجسم لحظه السقوط. يعني شنو اللي اريده؟ اريدك تجمع لي دول كلهم. اريدك تجمع لي دول كلهم. هسه راح يتحول السؤال الى مجموع حدود العشرة الأولى من المتتابعة الحسابية. قانون المجموع هذا شو يساوي؟ يساوي ان على 2 في اي زائد يو ان، وهذا قانون المجموع. زين، الان ايش قد؟ 10. يساوي 10. الاي ايش قد؟ 20. والحد العاشر ايش قد؟ 65. اذا هنا هو يساوي 10 على 2 في 20 زائد 65 ويساوي. إذا راح يصير عندي 5 في 85. 5 في 5 هذا 25، و 5 في 8 40، و 2 راح تصير 425 قدم. هذا شيء يمثل ارتفاع الجسم لحظة السقوط. هواي طلاب وين وصلوا؟ وصلوا لل 25. لازم تقرا السؤال بتركيز حتى تعرف. المسافة التي يقطعها خلال الثانية العاشرة راح تقول لي فقط 65، لكن ردة شنو هو؟ ارتفاع الجسم لحظة السقوط اللي واصل لل 65 انطيت 12 او 13 من 25، ولا مسوي كامل انطيت 25 من 25. السؤال الثالث سؤال سهل، اغلب الطلاب مجاوبين، لكن كانت الفكرة بالسؤال هو بالعدد 3. إذا لوغاريتم 3 اكس زائد 5 للأساس 2 يساوي. أنا عندي قاعدة تقول مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب. مو؟ عندي قاعدة تقول لوغاريتم اكس زائد لوغاريتم واي هذا شو يساوي؟ هذا يساوي لوغاريتم اكس واي في حالة وجود الأساس. وعندي قاعدة أخرى ناقضة يقول إذا كان لوغاريتم x يساوي لوغاريتم y في نفس الأساس فإن x يساوي الـ x يساوي الـ y، فأستخدم ثاني خاصية. زين، هذا الثلاثة ما بيلوغاريتم.
واللوغاريتم اي للاساس اي هذا شو يساوي؟ واحد. لكن الواحد هذا شو اعبر عنه؟ اعبر عنه لوغاريتم 2 للاساس 2. بعض الطلاب اللي مع الاسف معطل تفكيره، احنا من اخذنا السؤال وعوضنا عن الواحد، ايش عوضنا عن الواحد؟ عوضنا لوغاريتم 10 للاساس 10. ليش هنا مو كيف يبدل 10؟ لان شفت كل اللوغاريتم الموجوده في ذلك السؤال كان اساس اللوغاريتم 10. يعني لو كان اساس اللوغاريتم 7 اقول لوغاريتم 7 للاساس 7. اذا فكره السؤال هذا الثلاثة راح اعتبره 3 في 1. والواحد ايش راح اعتبره؟ راح يصير لوغاريتم 2 للاساس 2. اذا زائد شنو هو؟ لوغاريتم اكس ناقص 5 للاساس 2. بس اقدر اقول مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل الطرف؟ لا ما اقدر. ما اقدر ليش؟ لان عندي هنا ثلاثه. اذا احتاج خاصيه رابعه اخذناها سابقا تقول لي لوغاريتم اكس اس بي للاساس اي هذا شو يساوي؟ يساوي بي لوغاريتم اكس للاساس اي. يعني راح اطبق هذه الخاصيه بالعكس. اذا هذا السؤال تاجيت به اربع خواص. ما اقدر اقول مجموع لوغاريتمين يساوي لوغاريتم حاصل ضرب الا اذا كان المعامل ما يشمل كل الجد واحد. اذا هذه الثلاثه راح تصير لاثنين اس. بعض الطلاب كان عندي سته. زين منين جت السته؟ هذا معنى اثنين تكعيب اللي هو الجد اللي هو 8. اذا راح يصير عندي لوغاريتم 3 اكس زائد 5 للاساس 2 يساوي لوغاريتم 2 تكعيب للاساس 2 زائد لوغاريتم اكس ناقص 5 للاساس 2. هسه اقدر احولها الى ضرب؟ ممكن. اذا لوغاريتم 3 اكس زائد 5 للاساس 2 يساوي لوغاريتم شنو هو؟ 8 في اكس ناقص 5 ايضا للاساس 2. هسه من عندي لوغاريتم يساوي لوغاريتم يلغى لوغاريتم راح يصير عندي 3 اكس زائد 5 شو يساوي؟ 8 اكس ناقص 40. هسه اصبحت عندي معادله من الدرجه الاولى اجعل المتغيرات الطرف والضوابط الطرف. اذا راح يصير عندي 45 هذا حولته هنا على جسر الموجب يساوي ايش قد؟ يساوي 5 اكس. اذا معناها الاكس يساوي الاكس يساوي 9. قلنا اي ناتج يطلع لي مو راس سنه قبله؟ مو راس سنه قبله اذا كان موجب او سالب، مو راس سنه قبله ولا راس سنه ربعه. فاجي اطلع على السؤال اشوف من عوض اثنيناتهم يطلع موجب اذا طلع موجب قبله، اذا طلع سالب اقول عليهم. اثنيناتهم راح يطلع عندي موجب. السؤال الرابع كل الطلاب مجاوبين نفس الفكره مال السؤال الرابع السابق، لكن هنا من الانعد الفردي راح يصير عندي 7 7 7. يعني هنا الحد الاول يساوي 7 والحد الثالث يساوي 7 والحد الخامس يساوي 7. زين الحد الثاني شو يساوي؟ راح اعوض الثالث 2 6 زائد 1 هم 7 والحد الرابع يساوي 12 2 في 4 12 زائد 1 13. اذا ايش راح تصير المتتابعه؟ راح تصير 7 و7 و7 و13 و7. بعض الطلاب مشتغل صح لكن كاتب لي 7 7 13 7 و7 هذا غلط. فهنا لازم يكون التسلسل الحد الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. هذا غلط خاص اسئله الامتحان يوم امس. اليوم امس كان عندنا امتحان بهذه الاسئله. بعض الطلاب يعني ابلى بلاء حسن والبعض الاخر بلاء متوسط والبعض الثالث لم يبلي حسنا. خلي ناقش الاسئله وبعدين ورا ما نحلها حتى نحكم عليها كانت الاسئله صعبه او سهله. السؤال الاول جد مجموع حدود المتتابعه الحسابيه، عندي متتابعه حسابيه من
انه يقول لي جد مجموع حدود، المجموع هو شنو؟ السهم. مجموع حدود المتتابعة الحسابية التي عدد حدودها 20 ومجموع حديها 10 و11 يساوي 28. خلينا نرجع على أيام زمان ونتذكر الملاحظات اللي حكيناها. من أخذنا السؤال متتابعة حسابية على سبيل المثال 1 3 5 7 9 11 كم حد اللي بيها؟ 1 2 3 4 5 6 مجموع حديها الأول والثاني والأول والأخير ايش قد؟ يساوي 12. ومجموع حديها الثاني وقبل الأخير يساوي 12. ومجموع حديها الثالث والرابع أيضا يساوي 12. ما أعطينيش ملاحظة ولا ما أعطينيش؟ إذن عندنا ملاحظة ومكتوبة بالدفتر وحلينا عليها السؤال. في أي متتابعة حسابية يكون مجموع حديها الأول والأخير يساوي مجموع حديها منه؟ الثاني وقبل الأخير. ويساوي مجموع حديها منه؟ الثالث وقبل قبل الأخير وهكذا. ومثال عندنا بالكتاب محدود وحلينا على أساسه مثال. إذا متتابعة عدد حدودها 20، ذول العشرين من أجي أرتبهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايش قد بقى؟ كم حد؟ 10 بقى 10. إذا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ايش اقدر استنتج؟ بأن مجموع حديها الأول والعشرين يساوي مجموع حديها الثاني وال19 ويساوي مجموع حديها الثالث وال18 ويساوي مجموع حديها الرابع وال17 إلى ما وصل إلى شنو؟ مجموع حديها العاشر وال11. واضح؟ إني ايش ملاحظة لو ما عندنا؟ تتذكر هنا الطرفة مال اينشتاين؟ سوى من هنا جمع من 1 إلى 100 صففهم من 1 إلى 50 قال 1 2 إلى ما وصل إلى 50 وبعدين بدأ بال51 وصل إلى 100 قال 1 زائد 100 هو 101 2 زائد 99 هو 101 ووصل إلى 50 زائد 51 101 فضرب 101 في 50 طلع الجواب 5050. إذن هنا مجموع أي متتابعة حسابية مجموع حديها الأول والأخير يساوي مجموع حديها الثاني وقبل الأخير وهكذا. إذن من أريد أكتب قانون مجموع حدود المتتابعة الحسابية شنو المجموع؟ إذن أس أن شو يساوي؟ يساوي أن على 2 في شنو هو؟ أي زائد يو أن. مو هذا القانون العرف ولا غير شكل؟ زين مجموع حديها الأول والأخير يساوي مجموع حديها العاشر والحادي عشر. إذا ايش راح يكون هنا؟ بما أن مجموع حديها الأول والعشرين يساوي مجموع حديها العاشر والحادي عشر. إذا ايش راح يصير عندك هسه؟ الأس أن تساوي ايش قد الأن؟ يساوي 20 على 2. ومكان ما اكتب اي زائد يو ان راح اكتب الحد العاشر زائد الحادي عشر. اذا قيد على زائد او في 28. اذا 2 ويا 10 ويا 20 هو 10، 10 في 28 اذا الجواب هو 280. اذا حل السؤال بثلاث خطوات لا اكثر. وين هو يا طلاب؟ ماذا بروس سهل او صعب؟ سهل. الفكره حاجيه لو ما حاجيه؟ حاجيه. اذا ما عندك عذر اني هسه خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني جد قيمه اكس، جد قيمه اكس. يعني هنا قبل ما اروح للسؤال الثاني هسه اذا ارجع للسؤال الاول دير بالك بالامتحان القادم هسه من قلت لك العاشر زائد 11 ممكن اسويها مكان 20 حد اسويها 30 حد وارتب نفس هذا الترتيب. اذا السؤال الثاني جد قيمه اكس اذا كان لوغاريتم 64 للاساس اكس يساوي
12. فكرة السؤال هو تحويل من الصيغة اللوغاريتمية إلى الصيغة الأسية. شو راح يجري عملية التحويل؟ إذا راح أقول 64 تساوي x أس 12. إذا الفكرة الأساسية هو أن أحول هذا السؤال من الصيغة اللوغاريتمية إلى الصيغة الأسية من أجل أحلل ال 64. هذه ال 64 من أجل أحللها من هنا عد الدنيا نشقد بها 32، عد الدنيا نشقد بها 16، عد الدنيا 8، عد الدنيا 4، عد الدنيا 2 وعد الدنيا 1، يعني معناها 2 و6. إلا ال 64 راح يصير عندي يؤدي إلى 2 و6 يساوي x أس 12. سؤال حالي قبل ما عندك اي عذر للطالب اللي ما جاوبه، لان انا حليت الطريقه ومنو حل الطريقه ثانيه؟ مصطفى مو؟ امير حل الطريقه ثانيه، فاي عذر ما عندك. اذا انا شو حليت بها طريقه؟ قلت لك من اريد اساوي الاسس، هذه الاثنين منين جايه؟ جايه من جذر 2 تربيع. صح لو غلط؟ هاي البنية جاي من جذر 2 تربيع حتى استفيد من الخاصية تقول عند الربع تضرب الأسس. أمير قال لا أنا عندي غير شغل، يقول هذه الإكس أس 12 راح أسويها إكس تربيع أس 6 على مود أوحد الأسس، يعني كيف الأسس لو أسويهم 2 أتوم 12 لو أسويهم 2 أتوم 6. ذاك الدرس حليها بأسلوبي، هالمرة خليها أحل بأسلوب أمير. يعني ايش راح يصير هنا؟ هذا ال 2 و6 راح ابقي على وضعه، هذا اكس اس 12 راح اسوي اكس تربيع اس 6 لان عنده رفع تضرب الاسس. اذا معناها الاكس تربيع هذا شو يساوي؟ يؤدي الى الاكس تربيع تساوي 2. زين، هذا الاكس تربيع تساوي 2، 2 منين جايه؟ جايه من جذر 2 تربيع. إذا راح أرجع لنفس النقطة، إذا الإكس تربيع تساوي جذر 2 تربيع. عندنا قاعدة تقول إذا تساوت الأسس وكانت زوجية فإن أحد الأساسين يساوي موجب سالب الأساس الآخر. زين، هذا في حال المعادلات بصورة عامة، لكن في حال اللوغاريتمات اللوغاريتم يقبل الإكس سالب؟ ما يقبل. فأنت عندك طريقين، لو رأسا تقول لي الاكس تساوي جذر 2 تحصل درجة كاملة، لو تقول لي الاكس تساوي موجب سالب جذر 2 وبعدين على السالب تكتب عليها تضمن كيفك. إذا هنا يؤدي إلى الاكس تساوي جذر 2. أيضا هذا سؤال سهل أو صعب؟ المفروض سهل، لأن الفكرة مطروقة سابقا. السؤال الثالث، السؤال الثالث خلي أكمله وسألني. السؤال الثالث شوية بيه شعور رياضي شوي. إذا نعطيك الـ A B C متتابعة هندسية، نعطيك الـ A B C متتابعة هندسية. متتابعة الهندسية شنو اللي يميزها؟ شنو أساس المتتابعة الهندسية؟ النسبة بين الحدين الثاني والأول يساوي النسبة بين الحدين الثالث والثاني. اذا فكره السؤال الاساسيه، طبعا الناس السؤال هو اللي يقول لي اثبت فكره السؤال الاساسيه بان البي على اي هذا شيء يساوي؟ يساوي سي على جي. اساس المتتابعه الهندسيه بي على اي يساوي سي على اي، سي على بي من اقول طرفين يساوي وسطين. هذا شو راح يصير عندي هنا؟ يؤدي الى بي تربيع تساوي اي سي. لقيت بعض الاجابات الغريبه عجيبه بان الطالب يختصر البي تربيع ويا البي تربيع. هذه من الكوارث الرياضيه. خلي اعطيك بس ملاحظه خليها بالك. ملاحظه خليها بالك. يعني هسه هنا زائد واي على الاكس يجوز اختصر الاكس ويا الاكس؟ اذا هنا الاكس من اريد اختصرها ويا الاكس هذا غير جائز. اذا كان عندي اكس واي زائد اكس على اكس، اذا اريد اختصر الاكس ويا الاكس مقبول هذا؟ ايضا غير جائز. زين، اذا عندي اكس
اكس واي زائد اكس على اكس اذا اردت اسحب اكس عامل مشترك. ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير واي زائد واحد على اكس من اختصر الاكس مع الاكس، هذا جائز. اذا الملاحظه تقول لا يمكن، خليها ببالك هذه هسه حكيتها بعد ما احكيها مره ثانيه. لا يمكن اختصار بسط مع مقام الا اذا كان مضروب بكل ما بعده وما قبله. هسه هنا اصلا ما عندي عمليه ضرب، اذا الاختصار ممنوعه. هنا مضروب الواي لكن مو بكل ما بعده، بمن مضروب؟ بس الواي، اذا الاختصار ممنوع. هسه من سحبت اكس عامل مشترك اصبح مضروب بمن؟ بكل ما بعده، اذا الاختصار جائز. اذا في هذا السؤال يجوز ان اختصر البي تربيع ويا البي تربيع؟ ما ممكن، لان هنا عندي عمليه جمع. شنو الشعور اللي بالسؤال؟ بان انا حصلت البي تربيع تساوي اي سي، راح اعوض مكان كل بي تربيع اي سي. اذا ايش راح يصير عندك في الطرف الايسر؟ الطرف الايسر راح يصير اي تربيع زائد اي سي، ماكو تربيع، هو قيمة البي تربيع اي سي على شنو هو؟ على اي سي زائد سي تربيع. هنا من مكان كل بي تربيع ايش عوضت؟ عوضت اي سي. هذه اي تربيع نزلت، ومكان هذه البي تربيع كتبت اي سي، وهذه البي تربيع كتبت مكانها اي سي، وهذه السي تربيع نزلت. بعض الطلاب لا يقول ما يصير هنا اختصر بي تربيع ويا بي تربيع، ما يجوز. لكن من سوى هيك شيء اختصر شنو؟ اختصر الاي سي ويا الاي سي، ارتكب نفس الجرم. اذا نفس العمليه، اذا شنو الفكره الاضافيه بالسؤال؟ بس تتفاوح على البسط والمقام، وانا اريد منك الجواب اي سي، هنا راح يشتغل الشعور الرياضي، هنا راح اسحب اي عامل مشترك. وهنا راح اسحب سي عامل مشترك، راح تظهر مفاجاه. هسه من اسحب اي عامل مشترك ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى اي زائد سي. مو؟ وهنا من اسحب سي عامل مشترك ايش راح يبقى؟ اي زائد سي. شنو المفاجاه صارت؟ بان هذا اقدر اختصر ويا هذا ولا لا؟ يجوز الاختصار لان المضروب بكل ما بعده. هسه راح اجي اختصر هذا مع هذا، اذا الجواب يساوي اي على سي، وينتهي السؤال. اذا الحلول قصيره جدا، لكن مع الاسف بعضكم مكان يمتلك الشعور الرياضي. السؤال الرابع هنا من العامل المشترك؟ هنا استخرجت عامل مشترك. لا اي عامل مشترك؟ نقول واحد زائد سي. لا بابا، العامل المشترك دائما خليها ببالك، العامل المشترك الاكبر بين المتغيرات يكون باصغر اس. باصغر اس، عندك اي تربيع وعندك اي. من الاصغر بهم هو اي اس واحد، سحبت العامل المشترك. هسه اي تربيع تقسيم اي يبقى اي، واي سي تقسيم اي يبقى سي. هنا من هو العامل المشترك؟ هو السي، وبعدين ظهرت عندي الاختصارات. السؤال الرابع اغلبكم مجاوبين، لكن مو الكل. السؤال الرابع ايضا تفاجئت بعض الطلاب ما عرف يحله. السؤال اريد منك اكتب الحدود الخمسه الاولى من المتتابعه هذه. احنا شلون اتفقنا؟ نقسم السؤال الى قسمين. القسم الاول اذا كانت الان عدد فردي، والقسم الثاني اذا كان الان عدد زوجي. هسه العدد الفردي اريد منك الحد الاول والحد الثالث والحد الخامس. الان عدد زوجي اريد منك الحد الثاني والحد الرابع. انا اريد منك الخمس حدود الاولى، يعني اكتب ابنني. اذا كان الان عدد زوجي الناتج هو شنو؟ هو اربعه، اذا هذا مباشره اربعه. بعض الطلاب هنا قايل لي اربعه في اثنين، لان يريد يحسب لي الحد الثاني. وهنا قايل 4 في 4 16 يريد يحسب الحد الرابع، ما ممكن، هذه ما فيها الان. هذه معقول ثابته تنزل على وضعها. اذا كان الان عدد فردي، اذا كان الان عدد فردي راح اعوض وين فوق. زين، صوره الواحد هي شنو؟ 2 في 1 2 زائد 1 3. صوره الثلاثه 6 زائد 1 7. وصوره الخمسه 10 زائد 1 11. اذا المتتابعه ايش راح تصير؟ راح تصير 3
ماكو مشكلة. بعض الطلاب بسوي هذا الشغل. لكن من ده يكتب المتتابعات كتبة 3-7-11-4-4 ما ممكن. لازم عندي ترتيب. الحد الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. إذا هذا ما يخص أسئلة المجموعة في. Thank you.